معرض خاص للتعريف بمشاريع الهيئة العامة للطرق ودورها في تخفيف الازدحامات المرورية وتوضيح الاستراتيجية العامة للنقل في الكويت. جسر الشيخ جابر ووصلة الدوحة وطريقي جمال عبد الناصر والجهرة نماذج حية في مجمع الأفنيوز. جسر الشيخ جابر غني عن التعريف، هو يصل ما بين ميناء شويخ إلى منطقة الصبية ويفتح المجال أمام تطوير المدن المستقبلية في شمال دولة الكويت، ونسبة إنجازه وصلت إلى أكثر من 95%، وأيضا وصلة الدوحة تربط ما بين ميناء شويخ ومنطقة الدوحة، ومن المستهدف أن تقلل من المسافة القادم من منطقة مدينة الكويت وضواحيها إلى شمال الكويت. طول الجسر 36 كيلو، إذا أضفنا لوصلة الدوحة يصير طول المشروع بالكامل حوالي 48 كيلو، ويعتبر من أطول الجسور في العالم. مشاريع حيوية وضخمة تشرف الهيئة على متابعتها بالتنسيق مع مختلف الجهات في الدولة. من ضمن المشاريع التي نقوم بمتابعتها مشروع السكة الحديد والمترو بالتنسيق مع الجهات الأخرى بالدولة وهيئة الشراكة، وأيضا باعتمادات وموافقات مجلس الوزراء الموقر. الحقيقة هناك العديد من المشاريع اللي موجودة في خطة الهيئة نقوم بتنفيذها. وصل عدد المشاريع للطرق فقط وتطوير الطرق والتقاطعات إلى 90 مشروع، وتم إنجاز 16 مشروع منها، ونقوم حاليا بتنفيذ 23 مشروع، وكذلك هناك 13 مشروع آخر نجهزها لإعدادها للتوقيع، وهناك أيضا 38 مناقصة سوف يتم طرحها اعتبارا من العام القادم والسنوات اللاحقة. تطوير النقل الجماعي والطرق والجسور والأنفاق هدف هيئة الطرق للوصول إلى بنية تحتية قوية تتناسب مع رؤية كويت المستقبل وخارطة طريق 2035. زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس.